في العام 1920 في مدينة القدس وفي مصنع صغير بدأت شركة سينيورا للحوم المصنعة مسيرتها، ثم كبرت مع مرور السنين لتمتلك مصنعين، الأول في فلسطين والثاني في الأردن، ثم أصبحت فرداً من أفراد عائلة كل بيت، فهي الخيار الأول للمستهلك في فلسطين والأردن. تمكنت سينيورا عبر عقود من الزمن أن تحصل على ثقة المستهلك بلا منازع في كل من فلسطين والأردن. ففي مصنع سينيورا يتم إنتاج أجود أنواع اللحوم المبردة والمعلبة من خلال استخدام أحدث تقنيات خطوط الإنتاج التي تخضع لعمليات تعقيم صارمة يومياً. في مختبرات سينيورا الخاصة يقوم فريق العمل بفحص اللحوم وكافة المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع وأخذ عينات من كافة المراحل التصنيعية ابتداء من استلام المواد الخام وصولا إلى المنتج النهائي، ويتم إجراء الفحوصات الدقيقة للمنتج من خلال استخدام أجهزة متطورة لضمان أن كافة المكونات للمنتجات مطابقة للقيمة الغذائية الموجودة على العبوة. يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة خاصة معقمة ومعدة خصيصاً لهذه العملية لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة. كما ويتميز مصنع سينيورا بوجود ماكينات لتقطيع وتغليف المنتج تعمل بتكنولوجيا متطورة من خلال تقنية ضخ الغاز للحفاظ على طعم المنتج وشكله طازجاً. تستمد سينيورا القدس ثقة المستهلك بها من خلال منتجاتها المميزة والمصنعة من أجود أنواع اللحوم العالمية الحلال 100%، وكونها الشركة الرائدة للحوم المصنعة في المنطقة أصبحت تصدر إلى العديد من الدول المحيطة. إن حضورها القوي وثقة المستهلكين بها جعل اسم سينيورا رائداً في هذه الصناعة على مدار عشرة عقود، ورغم تعدد الأسماء تبقى سينيورا القدس الأكثر شعبية والأقوى بين منافسيها، واليوم هي سينيورا عشرة عمر.